أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 200 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، واعتراض 8 صواريخ من نوع هايمارس الأمريكية في مقاطعة خيرسون خلال اليوم الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية إن القوات الجو فضائية الروسية استهدفت بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة اللواء 102 للدفاع الإقليمي الأوكراني، ما أسفر عن مقتل نحو 30 عنصرا قوميا وتدمير 14 وحدة من المعدات العسكرية. قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولا باتروشاف أن الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، إذ أجرت كوريا الشمالية تجارب جديدة لأسلحة نووية. وقال باتروشاف إن الولايات المتحدة تريد اتهام الصين بمحاولة تغيير الوضع الراهن في تايوان من أجل فرض عقوبات عليها. إلى ذلك صرحت وزارة الخارجية الصينية بأن واشنطن تتهم بكين بتصعيد الموقف حول تايوان، ولكنها هي من يثير الضجيج في العالم ويلوح بهرولة العقوبات ويقوض أسس العلاقات الصينية الأمريكية. ارتفعت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية واردات الصين من الطاقة الروسية لتصل قيمتها إلى 35 مليار دولار بنسبة ارتفاع 15 مليار دولار، وذلك وفق ما ذكر وكالة بلومبرغ. وقال التقرير إن واردات الصين من الفحم الروسي وفحم الكوك ارتفعت لتصل إلى 9.4 من عشرة مليون طن، كما ارتفعت واردات الصين من الغاز الروسي لتصل إلى 410 ألف طن بنسبة زيادة تقدر 20% عن العام الماضي. ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الحريق في الجزائر إلى 43 قتيلاً، فيما أوقفت السلطات الأمنية 13 شخصاً بشبهة إضرام النيران. ومن جهتها أعلنت الحماية المدنية أنها قامت خلال الساعات 24 الماضية بإخماد 31 حريقاً في مناطق مختلفة من الجزائر. وقعت وزارة التموين عقود إنشاء مناطق تجارية لوجستية تخزينية جديدة بثلاث محافظات هي الدقهلية والسويس وكفر الشيخ. وقال وزير التموين علي المصلحي إن المناطق التجارية اللوجستية المقرر إنشاؤها ستتضمن أنشطة متنوعة، وتقدر استثمارات هذه المناطق في الثلاث محافظات بحوالي 2.4 من عشرة مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار الأربع سنوات الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.